إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. استقر فريق الوداد الرياضي على اللاعبين الذي سيتم الاستغناء عنهم خلال الميركاتو الصيفي الحالي، تم التوصل بعرض مناسب لأجلهم. وأكدت مصادر أن الوداد لا يمانع في رحيل 3 لاعبين عن الوداد، تم التوصل بعروض مناسبة من أجلهم. وتابع أن الأمر يتعلق بالحسوني ويحيى عطية الله ورضا تكنوتي، والرحيل يعتمد على مدى رغبتهم وأيضا قيمة العروض التي سيتوصلون بها وحجم الاستفادة المالية لفريق الوداد الرياضي منهم. ويعمل سعيد الناصري رئيس الوداد الرياضي لكرة القدم في الميركاتو الصيفي على تعديل المجموعة عبر الاستغناء عن اللاعبين الذين لم يقدموا الإضافة للفريق مقابل تعاقد مع نجوم في المستوى لتعويضهم. وتأتي التحركات القوية للمكتب المسير بعد الخيبة الكبيرة التي مني بها الموسم المنصرم بعد عدم تحقيقه لأي لقب، آملا في العودة السريعة إلى منصات التتويج في الموسم القادم. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.